تتواصل نشاطة الديوان الوطني للثقافة والإعلام الخاصة بعطلة الربيع عبر مختلف فضاءاته، ففي المركب الثقافي عبد الوهاب سليم شنوى بولاية تيبازا كانت المتعة والفرجة مع عرض فريد من نوعه، والتي قدمته فرقة سيمبا حينوزان السعيد الجزائر العاصمة. نشكر الستاف تاع لونسي كاع كيما راكم، يعطيكم الصحة على التنظيم، ونقول مادا بيا ان شاء الله لي بارون كاع يجيو يحضروا بيسكيا بلوز دو سبيكتاك ان شاء الله بوندون لي فاكونس. الاطفال اللي جاو اليوم نشكرهم ونحييهم بزاف، مدينا لهم ميساج يعني النظافة اهم شيء في هذه الحياة، بهم اللي نمدوا الطاقة كي فاهمة، تسمى بلا بهم حنا ما كان والو فوق راسنا، تسمى كما يموتوا هما حنا نموتوا، ولا ماتوا هما حنا نسيو نحييهم. امتزج العرض بين الرقص والغناء وحركات أكروبات التي أبهرت جمهور تيبازا بطريقة فكاهية ومرحة. مرر العرض رسائل تربوية للأطفال تتمثل في سلوكات حضارية وجب ترسيخها في عقول أطفالنا. ومن طونا سونسابيليزي انا بون احنا مدينا الميساج لي زونفون باش ما يرميش القشور تاع تشينا، ولا سي اون كونتر بارتي نهضروا على الدار، انسان كي يرمي زول ديال الميناجر حاشاكم ولا يعرف واش يرمي وقتاش يرميها، باش كاين الناس حتى رفدات نقيو. ما لازمش نكذبوا وما ندوش حاجه خاطيه تاعنا، وكي نجو ناكلوا حاجه نقولوا بسم الله، وكي نجو ناكلوا الفواكه نغسلوها. هذه المسرحيه عجبتني كي عطاونا بزاف من المعلومات كما حب الوطن وحب النظافة. الهدف هي فرحة الأطفال، نعطوا البسمة للأطفال، يعني يقعد توجور صغيون يقعد توجور يضحك، وهذاك هو أهم شيء عندنا. استجاب الصغار بعفوية مع العرض بالرقص تارة والغناء تارة أخرى ليصنعوا لوحة فنية تتسم بالفرح والمرح. اللي حضروا اليوم نقولهم يعطيكم الصحة بزاف بزاف، ولي ما جاش نقولهم لا غالب نتلاقاو خطرة الجاية. بمناسبة عطلة الربيع نقول عطلة سعيدة إلى جميع الأطفال الجزائريين، وإن شاء الله يكونوا خدموا بها في لي زيكزام تاعهم. هذه العطلة الربيع هي فرصة باش يعطيونا الاستمتاع فيها. تبقى أبواب قاعة الديوان الوطني للثقافة والإعلام مفتوحة لكم أصدقائنا الأطفال لتعيشوا معنا المتعة والفرجة إلى غاية نهاية الشهر. عطلتكم سعيدة ومرحة.